الجزء الثاني للمحاضرة الثالثة لمادة الكيمياء السريرية. Number 3 collect the separated serum from each bottle. طبعا هنا أبدأ بعملية اللي هو جمع السيرم المفصول من كل من هذه الكونتينر اللي احنا جمعنا فيها، ودير له عملية اللي هو سنتريفيوج لمدة 15. طبعا الكلام هذا امتى حنحصل على السيرم؟ بعد ما ندير له عملية اللي هو طرد مركزي لمدة 15 دقيقة عند 1000 إلى 2000 اللي هو دورة في الدقيقة. Transfer 100 ملي of clear centrifuged serum، انقل 100 ملي من هذا السيرم اللي هو المفصول بشكل جيد إلى سكروكا بلاستيك كونتينر، إلى كونتينر أو إناء بلاستيكي مغلق بالإحكام. مكتوب عليه طبعا يكون 100 ملي. Extrude from a pool serum that appears cloudy. أنا استبعد اللي هو السيرام اللي بيكون cloudy معكر، اللي هو بيكون يما لايبيميك أو شكل حليبي أو ايسيتريك أو هيموليزد متحلل or abnormally colored due to this. بيكون لون تاع غير طبيعي، يستبعد هذه هذا النوع من السيرام. Immediately freeze the pool serum at minus 20. نعم، لما بشكل وبعدين أدير عملية اللي هو فريز أو تجميد للسيرم تاعك عن ماينس 20 درجة مئوية. The following day ثاني يوم or later stage أو أمتى ما تحتاج بعدك thaw completely the boiled serum at room temperature. طلع هذا السيرم اللي أنت جمدته في الفريز وبدير له عملية تدفئة، خليه لغاية ما ينحل، لغاية ما شنو؟ ينحل ويرجع ليكويد مرة ثانية في درجة حرارة الغرفة. الكلام هذا keeping the container upright، خلي الكونتينر بتاعك بشكل عمودي. نعم، and not mixing the serum، ما تخلط، خلص خليه واقفه وخليه زي ما هو من غير ما تخلط السيرم. protect the container from light by surrounding it with tin foil or thick paper. طبعا عشان تحافظ عليه من الضي، غلف هذه العينه ولف عليها لو ورقه من السلفر او الورق المعدني او من الورق السميك. رقم 7 using a 10 ml syringe، باستخدام سرنجة سيرنج او حقنة 10 ملي and wide bore needle، طبعا needle يكون اللي هو القطر بتاعه او المجرى بتاعه واسع. remove the disc and discard the top 15 ملي of fluid from 100 ملي of bore serum. فهذا اسحب اول 15 ملي من السيرم اللي انت جمعته واتخلص منها. this will contain mainly water، اغلبها حيكون ميه. and a weak concentration of analytes، وكمية اللي هو العناصر اللي موجودة فيه اللي احنا نبي نفحصها تكون كمية قليلة جدا. ريبليس رقم 8 the fluid with 15 ml of ethylene glycol اللي هو إثنيدول. شنو هو الإثيل؟ نعم، اللي هو معنى الكلام هذا هي احنا المبادرة 15 ملي اللي احنا تخلصنا منها اللي قلنا فيه أعلى اللي هو الأنبوب بتاعنا، هي عبارة عن ماء وكمية اللي هو العناصر الكيميائية اللي احنا نبي نفحصها كميات اللي هو او الانلايتز كميات قليله، وبالتالي تخلصنا من ال 15 مللي هذه نستبدلها بماده الايثايلين جليكول. ميكس ويل، اخلط طبعا بعد ما حطينا ماده الايثايلين، ندير عمليه ميكس لمده 15 الى 30 دقيقه. بريفيربل يوزنج ماجنتيك ستيرنج ميكسر او اذر الكتريك ميكسر نوت فورتكس ميكسر. ما استخدمش اللي هو الفورتكس ميكسر، استخدم اللي هو الماجنتيك ستيرنج ميكسر او اللي هو على هيئه اللي هو الجهاز الخاط اللي هو على هيئه زي الفرنيلو، هذا بشكل بتاع اللي هو زي الفرنيلو توضع عليه وتخلط عليه، لان الفورتكس سريع، الحركه بتاعته سريعه، مرات تؤدي الى انسكاب اللي هو العينه خارج الكونتينر. immediately dispense the boiled stabilized serum into a ml or other convenient amounts into a brown screw cap. when dispensed keep the serum well mixed label date. نعم، هنا العينة بعد هيك قال لك ابدا في عملية اللي هو وضع هذه العينات او هذا السيرم في كونتينر ذات سعة 2 ملي لتر. تمام، تحيطها بالبراون سكرو، تحيطها بغلاف او ورق معتم عشان ما يصلش اليها الضوء. طبعا لازم تكون مخلوطة جيدا، ليبل اكتب اللي هو البيانات عليها، عينة اسم اللي هو الشخص اللي سحب منه والاختبارات المطلوبة ورقم العينة وتاريخ اللي هو سحب العينة. انستور بوتلز، واحفظ العينات 2 ل 8 درجة مئوية. assign values to the pool stabilized serum for each analyte measured in the laboratory. measure carefully
Okay, and duplicate each analyte in the new bullet serum in the same way as this. نعم. علم اللي هو هذه العينات بتاعتنا. خصص اللي هو القيم في المصل المستقر. قوم بإجراء اللي هو نسختين من هذا المصل واشتغل عليهم بنفس اللي هو الطريقة اللي أنت كنت تشتغل بها على المصل اللي كنا نجمع مباشرة ونشتغل عليه بدون ما ندير له معالجة بهذه الطريقة. Urgent blood testes اللي هو عينات الدم اللي هو الطارئة excluding glucose زي ما حكينا من شوية انه الجلوكوز يعتبر اساس الحالة طارئة في كل اللي هو الاحوال. الجلوكوز عادة نجري حتى بدون طلب اجراء فحص. يعني هذا لما يجيك شخص يقول لك انا بندير اختبار الجلوكوز، انت تشتغل لاختبار الجلوكوز حتى بدون ما يجيب لك ورقة بين اللي هو الطبيب او اللي هو request form. and pediatric blood tests واللي هو اختبارات الدم فيما يخص اللي هو الاطفال. Dispense the correct amount of blood into a tube containing lithium heparin anticoagulant. هنا عينات الدم اللي احنا جماعتين قم بتفريغهم في اللي هو كونتينر يحتوي على مادة التخثر اللي هي الليثيوم هيبارين. Gently mix the blood with the anticoagulant. دير عملية اللي هو gently mix أو اللي هو الخلط باللطف عينة الدم مع اللي هو مانع التجلط بالطريقة اللي احنا تحدثنا عليها. Centrifuge the specimen and transfer the plasma to the labeled container. دير عملية الوتر مركزي وافصل اللي هو العينة، افصل الخلايا عن اللي هو ما دام جمعنا العينة في أنبوب بيحتوي على مانع التخثر، فهذه العينة بتاعتنا حتكون اللي احنا ماشيين يعني حنحصل عليها اللي هي البلازما، حتكون البلازما مش اللي هو المصل. فهنا لما نفصل حيكون عندي حنحصل على البلازما. تمام، ننقل البلازما الى كونتينر اخر مستقل ليبلد كونتينر ونكتب عليه اللي هو البيانات بتاعت المريض. اوكي، ليثيوم هيبرين does not interfere with most chemical reactions. طبعا هذا ملاحظة مهمة جدا لازم تعرفوها وتركزوا عليها، انه الانابيب اللي تحتوي على مادة الليثيوم هيبرين كمانع للتخثر هذه ممكن نشتغل عليها اغلب اللي هو الاختبارات. اغلب الاختبارات بتاعتنا ممكن نشتغل في الانبوب اللي يحتوي على اللي هو ماده الليثيوم هيبرين التي لا تتعارض مع اغلب اللي هو الاختبارات او التفاعلات الكيميائيه. And helps to minimize hemolysis وتساعدنا في عمليه اللي هو التقليل من حدوث عمليه اللي هو الهيمولايسيس او التحلل الدموي. It does not contain sodium or potassium. طبعا هذه الماده ما يميزها انها لا تحتوي على الصوديوم ولا تحتوي على اللي هو البوتاسيوم. احنا لو اشتغلنا عليها صوديوم وبوتاسيوم طبعا مش هينفع لانه هتعطيني اللي هو معدلات عاليه نتيجه لاحتواء بعض اللي هو طبعا بالنسبه للليثيوم عادي، لكن لو استخدمنا اي مركب اي زي الايديتا مثلا، الايديتا بتحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم ما ينفعش نشتغل بيها مثلا اختبارات اللي هو الالكترولايتس. الانتي كوجولانتس نعم مكتوبه نعم زي الايديتا. اند فلورايد اوكسالات كونتين صوديوم او بوتاسيوم، تحتوي الايديتا والفلورايد اوكسالات الفلورايد على الصوديوم والبوتاسيوم. اند ذير فور وعليه ذيس كانوت بي يوزد وين الكترولايتس ار تو بي ميجر. ما نقدرش اللي هو نشتغل بهذه الانابيب اللي تحتوي على الايديتا والفلورايد اوكسالات الفلورايد لانها تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم وبالتالي هتعطيني معدلات عاليه اللي هو فولس بوزيتيف. Prior to analysis, stored plasma samples from heparinized blood often require recentrifugation to remove clots. هنا شنو يعني recent؟ بتو بقول لكم معنى كلام هذا. قبل ما ندير عملية التحليل ال stored plasma، لو أنا عندي بلازما مخزنة وأنا حصلت عليها بطريقة اللي هو جمع هذا عينة الدم في مادة الهيبرين، نعيد عملية اللي هو يعني احنا درنا سنترفيوج من قبل وصلناها وحفظناها. بعد ما حفظناها وجاي تشتغل عليها بعد عمليه التخزين مره ثانيه، عاود عمليه اللي هو اعاده الطرد المركزي عشان لو في كلوتس في العينه بتاعتك بتاعت السيرم تتخلص من هذه الكلوتس وتشتغل بالعينه بتاعتك. بلاد جلوكوز نون ارجنت اور ارجنت، هنا بنشوف البلاد جلوكوز سواء كان عينه في الحالات الطارئه او الغير طارئه. Dispense the correct amount of blood into a tube containing fluoride oxalate. انا قم بعمليه افراغ الدم اللي انت جمعته تحصلت عليه من المريض في كونتينر يحتوي على مانع للتخثر اللي هو ماده اكزالات الفلورايد
فلورايد اوكسالات جنتلي ميكس، اخلط برفق دي بلاد ويذ دي انتي كوجلانت، اخلط الدم بالمانع التخثر بلطف. سنترفيوز سبيسيمين تو ابتين بلازما، دير عملية الطرد المركزي عشان تفصل الخلايا عن البلازما، وبنفس الطريقة اللي تكلمنا من قبل تاخذ البلازما تحطها في كونتينر اخر مستقل وتكتب عليه اللي هو البيانات. هنا لازم تنتبه لنقطة، احنا طبعا الفلورايد از ان انزيم انهبيتور، يعتبر هذا المادة الفلورايد مثبت انزيمي. شو معنى كلام هذا؟ It prevents the breakdown of glucose to lactic acid. هذا وظيفته انه يمنع تكسر الجلوكوز، يعني عينات لما بنشتغل انا سكر نجمع العينات بتاعتي في الانبوب اللي يحتوي على منع التخثر من اللي هو اسمه فلورايد اوكسالات. ليش؟ لانه يعتبر مثبط الانزيمات ويمنع تكسر السكر الى اللي هو حمض اللاكتيك باي ذا انزيم اكسس، طبعا عن طريق اللي هو فعل الانزيم، والانزيم هنا اسمه اللي هو الانيليز، اسم الانزيم اللي يكسر اسمه شنو؟ اسمه الانيليز، يؤدي الى الجلايكولايسيس، يؤدي الى الجلايكولايسيس او تكسر اللي هو السكر. Blood collected into fluoride oxalate can also be used for measuring protein, urea and bilirubin. هذه المادة التخثر، المنع التخثر الفلورايد اوكسالات. ممكن احنا هذا الانبوب اللي جمعنا فيه هذا السيرم نشتغل فيه عناصر اخرى ونكشف عن عناصر اخرى كيميائيه في الدم في البايو كيمستري بتاعنا، نكشف عن البروتين، ممكن تكشف عن اليوريا، ممكن تكشف عن الصفراء او البلوربين، but not for electrolytes or enzymes. ايوه نرجع نذكر مره ثانيه، بالنسبه للانزيمز والالكترولايتس ما ينفعش احنا نشتغل بهذا اللي هو هذا النوع من اللي هو المضاد للتخثر. Write about quality control sera urgent blood tests.